استاذ وائل، مساء الخير يا مدام ازيك يسرى. يا حبيب؟ مساء الفل. مساء الفل. انا يعني انا اسفه، انا كنت بصور فمش عارفه بتتكلموا معايا. معايا هشام. لا لا انا معايا انت مستضيف هشام جدا جدا. ربنا يخليك يا سيفي. ازيك يا حبيبي؟ بس صريح زياده عن اللزوم قوي، وده يعني يوقعه في مشاكل كتير. ايه؟ صريح زيادة عن اللزوم قوي هشام. اه على طول ده ماله ده. قولي لي انا كنت لسه بسأله، سألته في محطات كثيرة يعني، بس يسرى هشام سليم، العلاقة خاصة هو كلمني يعني عن الوضع العائلي والوضع الأسري، بس أكيد يسرى هشام سليم كمان في علاقة من نوع خاص يعني. لا طبعا ده صاحبي قبل ما اتجوز اخوه، الله ده صديقي وصديق عمري واخويا، وياما كنت احكي له مشاكلي قبل حتى ما اشوف خالد اياميها كان متجوز وعايش بره. فهشام بالنسبه لي اخويا وصاحبي وزميلي وصديق عمري. يعني هشام علاقتي بيه مش عشان انا متجوزه خالد على الاطلاق. العلاقة قبل كده بكتير. لا كمان لا طبعا علاقة كبيرة وقوية وجميلة وبعتز بيها، وده من يعني ده عشرة عمر. يا سيفي لما تاني. يا سيفي لما بكلمك بيقول لك ايه؟ خالد يقول لي بيكلمك انت ما بيكلمنيش انا. بيغير غير لما يكلمني انا وما يكلمنيش. يعني انت تتكلم يسرى وما تكلمش. اسال على يسرى. لازم يكلمه هو الاول. فيقول لها هو بيكلمك ليه الاول وانا لا. يسرى عارف استاذ وائل بجد. نعم، اصل الخط كان بيقطع. الخط وحش. انا سامعك كده. اتفضل. بقول لك هم الاثنين يا رب هم عزوة كبيرة وناس زي الفل، وانا فخورة ان انا في وسط العيلة الكريمة. والله انا شايف طبعا، بس انا شوية هشام واحنا بنتكلم المشاعر الانسانية عنده فياضة قوي باتجاه، انا عايز ارجعك تاني باتجاه بناته يعني. ما حاولتيش تدخلي في الموضوع ده؟ لا بس هقول لك حاجة، بناته بيحبوه جدا جدا، إن في سوء تفاهم بينهم. يعني أنا بشوف بناته على طول، أوكي، وبقعد معاهم وبنتكلم معاهم وبنتكلم مع بعض. صدقني يعني بيحبوا أبوهم حب، وعارفين قد إيه أبوهم بيحبوهم. هو مرات علشان بيبقى يعني واخد على خط منهم، فمرات بيبقى شوية يعني جامد معاهم. هما بيخافوا من الجمودية دي شوية، ومفيش أحن من هشام على حكايته. صدقني هشام ممكن يطلع عينه بإيده ويديها لحد من عياله، عمره ما تأخر على حد من عياله. يعني ما احنا كنا بنقول في وقت من الأوقات الحب أكيد هينتصر في النهاية، وبعض هذه المشاكل هتزول يعني. يعني أكيد المشاكل دي كلها هتطلع وهتمشي وهتتنسي، وهيبقوا البعض وهيعيشوا البعض، وفيش يعني لا مفر منها. صدقني يعني رديت أم أبيت. لا بالظبط. صح. هم حته منك وانت حته منهم، ومش ممكن ابدا ابدا تفتروا. ان شاء الله عمرها ما تحصل يعني. ان شاء الله. وكويس جدا، لان انت كمان محبه للجميع، انك يعني همزه وصل بهذا الشكل يعني. لا دول ولادي انا كمان، وانا بحبهم جدا جدا وبخاف عليهم جدا جدا صدقني. فربنا يحميهم ويحفظهم ويهدي سرهم يا رب. يا رب. ان شاء الله. يسرى ألف شكر، وسعدنا جدا بمكالمتك. ألف ألف مبسوط شكر. إني سمعت صوتك. وقولي لخالد. بس أنت فعلا تكلمها وخالد يعني يقول لك ده ما بيكلمنيش، ده بيكلمك أنت. لا بيهرج طبعا. طبعا منع. بس ما فيش شك إنه أنا شايف حتى يعني هنا، أنا عايز أرجع تاني بس
لقضيه البنات يعني، طالما انه في حوار بهذا الشكل ويسرى بتقعد معاهم وده، اذا العلاقه الحب موجوده. لكن طبعا موجوده، وانا اقدر، ما هو في حد في الدنيا يكره عياله؟ يعني بالمنطق كده في حد في الدنيا يكره عياله؟ لا طبعا، ده يمكن. بس ولكن هم مش فاهمين ان التربيه فيها شده وفيها لين. يبقى جايز المشكله في انك انت، المشكله مش عاوزين الشده دي. المشكله ان من الناحيه الثانيه لا، الشده دي ما تنفعش. اللي هي الام مش عاوزه الشده وانت عاوز انه الجمع. فعلا هي التربيه جمع بين الشده واللين. هي بقى لا، ما دام شده تعالوا عندي وما تكلموهوش، بس خلاص انتهيت. زي ما بقول ان شاء الله كله على الله، الحب هينتصر في ان شاء الله. نرجع تاني بقى، انت يعني انت محسسنا احنا في حاله حرب، وبتقول الناس لا تتحمل لان الذي كان مخططا لنا والذي ما زال يعني كبير. طبعا يا استاذ وائل، احنا في حاله حرب، واللي موجود ده في رايي في جميع انحائك يا مصر المفروض يتلغي كل النظام اللي فات ده، ونبتدي نعمل نظام جديد، وكل واحد يبقى عارف هو داخل الشغلانه دي يعمل فيها ايه. بره لما بتشتغل في لوكنده، انا كنت بشتغل في لوكنده، قبل يوم ما دخلت اللوكنده قالوا لي خد الكتاب ده اقرا، انت مطلوب منك ايه، ترد على التليفون ازاي، تقول ايه، تعمل ايه، شغلك من الساعه كام للساعه كام، مش عارف ايه كذا، ومهيتك معروفه، وبتمضي على العقد، وبتمضي على الشغل، وتبقى عارف راسك من رجليك من اول يوم. انت كل القواعد موجوده في الكتاب ده. اللي يخرج بره القواعد دي لازم يجي باليونيفورم بكرافطة حمراء، لو جبت كرافطة صفراء روح. اللي عاوز يعيا يتكلم في التليفون، يقول انا مش جاي النهارده. ولكن هم بيحاسبوا شهر بشهر، فاللي بيتاخر اربع خمس ايام في الشهر ما يلزمهمش، فيقولوا له بالسلامه حضرتك، لان في ناس محتاجه شغل مكانك وهيجوا الخمس ايام اللي حضرتك ما بتجيش فيها. هو ده الشغل. انما ان احنا واحد يغلط ونقول له طب ما دام انت غلطت هنحاسبك، والغلط ده بقى انت مش هتعمله هنا، بس احنا نقلناك محافظه تانية، روح اعمل الغلط اللي انت بتعمله هنا في المحافظه التانية. يعني ايه؟ ازاي يعني؟ وده غلبان. الغلبان اللي ما يحافظ على لقمه عيشه ويعمل شغله صح يبقى يستاهل انه يبقى غلبان. مع احترامي ليهم كلهم. انما احنا اللي انا شايفه ان مفيش واحده بتيجي تشتغل عندي في البيت غير لما تقول لي ده جوزي قاعد في بيته وبياخد فلوسي وعمال يحشش طول النهار. دول الغلابه؟ طبعا مش كل الناس كده. طبعًا. لكن معظمهم كده. في غلابه بجد يعني. فتعالوا زي ما بقول لحضرتك نخلي فيه عدل. الوزير زي الغفير، ما دام انت غلطت تتحاسب، ما غلطتش نشيلك فوق راسنا. كل البلاد المتحضره ماشيه كده. كل البلاد احنا مش عارفين نبقى متحضرين شويه؟ ده احنا مش عارفين نكلم بعض، مش عارفين لما نيجي ناخد نطلب علبه سجاير من كشك نقول له لو سمحت عاوز علبه سجاير، لا يقول له واحد بالمونت من عندك. ما انت قلت